طلعت حنا راه قلبنا راه كنمشي تما بكينا حنا بكينا راه بحالنا بحالكم نتوما اللي كيعجبني فيكم كنتلاقي الناس كيقول لك هما كيقول لك ماشي المشكل ربي فهمتي هما نتوما صبركم كبير عند الله راه هذا هو الايمان بالقدر الخيري والشري الحمد لله وراه ما كنتش تامن بالقدر الخيري والشري راه كفر كتجيك حاجه زوينه تجيك حاجه علاش انا سيدي ربي عندكم اجر كبير شوف وراه تامن عند الله راه كيبقى كيفاش غادي نمشي شوف لي شي الوريقين اللي قال لك خاصونا هذوك هذوك كلشي غيرجع شي حاجه الله يعاود ان شاء الله رجع هو الحوت راه انتم هبطين حنا لتحت عرفتي في التيران سير غتلقى شي واحد هز شي حوايج بعد صافي الحمايد غنطلعوا الحمايد غنطلعوا منهم راه خلينا حنا تذاك الفيلاج ديال ملتح ساكن سدا اه راه هذوك نيت هذا الفيلاج يطلع راه خليناهم هنا راه غيطلعوهم صافي الحمايد راه قالوا لكم صافي راه خوتنا هذوك راه بحال واحد الدور هذاك حتى اللي كتب في الدوار من اللي هي حتى ناني حتى ناني الحمد لله شكرا الله يصبر الله معنا الله يجزيكم بخير اخويا الله يرحم بيكم يلا معنا يلا معنا دو الحوايج لا 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 باه غنبيع انا راه غنبيع السيد ديالهم صافي الحمايد ديالكم تحت هي هي صافي السيد ديالكم صافي الحمايد باقي لنا كذا باقي لكم جوج باغي نبغي الله يجزيكم الخير ان شاء الله دابا الازمه تفوت ان شاء الله شنو كيبقى كيبقى الامتحان ديال الله الحمد لله الحمد لله صبر بنادم كيبقى عنده شوف حيد الحمد لله انت غا مع العشره كيتيو هذاك 11 ونص كل يوم الاخر كتشوف كل شيء مشى الحياه الله يصبرنا امين والله خوتي راه غنعانوا واحد الظاهر المسلمين ماشي حنا والدين من المغرب كامل اقسم مش واحد غيخلي من وجده من طنجه يجي من غيجي من طنجه يجي من العيون ليش جايين الناس كاملين خلي ولادهم والله حتى من المؤمنين واش غيعاونوا الله يصبر